قال عبد الرحمن بن عوف: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى، فقال لي عمر بن الخطاب: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرقة؟ فبات يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما. فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه: اتق الله واحسن إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكائه، فعاد إلى أمه فقال: اتق الله واحسن إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه، فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه، فأتى أمه فقال: ويحك إني لا أراك أم سوء، ما لأرى ابنك لا يقر منذ الليلة. قالت: يا عبد الله، قد أبرمتني منذ الليلة، إني أريغه عن الفطام فيا أبا. قال: ولما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم. قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرا. قال: ويحك لا تعجليه. فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء، فلما سلم قال: بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى: أن لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق، رضي الله عنه وأرضاه.